إذن لهذا الصوم شروط يجب أن تراعى، لهذا الصوم حدود يجب أن يحافظ عليها الإنسان، كما جاء ذلك واضحا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من صام رمضان وعرف حدوده، صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه، أي في رمضان كفر ما قبله، أي صيام رمضان الذي يحافظ صاحبه على حدوده وعلى قواعده وشرائطه يكفر ذنوب السنة التي قبله. وهناك حديث متفق عليه يوضح هذا المعنى، وهو حديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من كل هذه الأحاديث نستخلص أن المطلوب من الصائم في رمضان نهارا وليلا أن يحافظ على آداب الصيام، والمطلوب منه أيضا أن يحرص كل الحرص على إحياء ليالي رمضان بالقيام، وهذا القيام في أصله لم يحدد بشيء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وتبعه في ذلك الصحابة، فخشية أن يفرض علينا قيام رمضان ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج والبروز لأصحابه، وفضل أن يصلي في داره، ولم يمنع الصحابة من أن يواصلوا قيامهم لرمضان كما يصومون النهار بالآداب التي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليها ويأمر بها.